تخيل ان معاك ساعة بتمكنك من السفر عبر الزمن، وفي يوم من الايام خطر في بالك فكرة العودة بالزمن لعشرينيات القرن الماضي علشان تقابل جدك، وتدوس على شوية ازرار في ساعة الزمن بتاعتك، وفجأة تلاقي نفسك واقف جنب جدك على حافة جبل. وبما انك مش بتحب جدك فتقرر انك تدفعه من على الجبل، فهوب جدك يطير في الهواء وينزل على دماغه وينتهي امره في ثواني. الحقيقة انك هنا ارتكبت غلطة كبيرة جدا، وهي انك قتلت جدك قبل ما يقابل جدتك ويتجوزها، اللي هم اصلا السبب في وجودك في المكان ده حاليا، وبسبب قتلك لجدك فانت مش هتكون موجود في الحياة اصلا، يعني لا هيبقى معاك ساعة الزمن ولا هتقدر ترجع بالزمن علشان تقتل جدك. وبما انك مش موجود وما قتلتش جدك فجدك مازال حي، وده اللي بيعني في نفس الوقت انك هتكون حي في المستقبل، وهيكون معاك ساعة الزمن، وهتقدر ترجع بالزمن للخلف علشان تقتل جدك اللي انت ما بتقهوش. بس بما انك رجعت بالزمن وقتلت جدك فانت مش هتكون موجود، وبما انك مش موجود فمش هتعرف ترجع بالزمن علشان تقتل جدك، وبما ان جدك ما ماتش فانت هتبقى موجود، وممكن افضل معاكوا على كده للصبح، وهكذا تستمر الحلقة المفرغة اللي بيطلق عليها مفارقة الجد، وده اللي بيخلي السفر عبر الزمن امر مثير للاهتمام. قبل ما نبدا حلقتنا وندخل في التقيل، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدا حلقتنا. خلينا نقول عزيزي المشاهد ان انا وانت بنمتلك ساعتين عاديين خالص، مش ساعات زمن ولا حاجه، وظبطنا الساعتين دول زي بعض بالظبط، يعني لا واحده مقدمه ولا مأخره عن التانيه، وقمت انا ركبت المكوك الفضائي وسافرت للفضاء بسرعه 28000 كيلومتر في الساعه، ولفيت كام لفه بنفس السرعه حوالين مدار الارض ورجعت تاني للارض. ساعتها لما نقارن الساعتين ببعض هنلاقي وقت اقل عدى عليا بالنسبه ليك، وعلى الرغم ان هيكون جزء صغير جدا من الزمن الا ان الفرق موجود في جميع الاحوال، وده اللي بيسمى بتمدد الزمن او تباطؤ الزمن، وده اللي بيعني ببساطه ان وفقا لاينشتاين ونظريه النسبيه ان الزمن اللي بيتم قياسه عبر مسارات مختلفه بيتاثر بالفروقات اللي بتحدث سواء كانت على مستوى الجاذبيه او التسارع، واللي بتاثر كلها في الزمن بطرق مختلفه. وفي مثال حي لتباطؤ الزمن وهي محطه الفضاء الدوليه. قال علماء ان كل 6 شهور على محطة الفضاء الدولية بيتقدم رواد الفضاء بالسن هناك اقل مننا بجزء يقدر بحوالي 5/1000 من الثانية، وبالطبع كلنا بنقول ان الجزء ده يكاد يكون معدوم لكنه بيظل موجود، وكان ممكن يكون اكبر لو رواد الفضاء دول او محطة الفضاء دي بتسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء. الحقيقة وبشكل مثير للاهتمام بتكون تأثيرات تباطؤ الزمن طفيفة جدا لما بتكون السرعة اقل من 70% من سرعة الضوء، لكن بمجرد وصولنا سرعة 75% من سرعة الضوء بتكون التأثيرات كبيرة جدا ودرامية وغريبة، وإليكم هذا الجنون. خلينا نقول إنك ليك أخ توأم، يعني انتوا قد بعض في السن بالظبط، وحضرتك هتركب مركبة فضائية وهتسافر من الأرض للفضاء باتجاه نقطة معينة على بعد 10 سنين ضوئية وبسرعة 90% من سرعة الضوء. ببساطة التوقع بيقول إن الرحلة هتستغرق منك 11 سنة لحد ما توصل للنقطة المحددة، لكن عزيزي المشاهد الأمر مختلف تماما. بالنسبة لأخوك التوأم اللي مستنيك على الأرض فهو بالفعل الوقت هيعدي عليه 11 سنة، وده لحد ما حضرتك توصل بالمركبة الفضائية للنقطة المحددة في الفضاء، لكن بالنسبة لك أنت اللي راكب في المركبة هيكون الأمر مختلف تماما، بحيث إن الزمن نفسه هيتباطأ والمسافة هي كمان هتتقلص، وهتوصل لنقطتك المحددة في الفضاء في 4.4 سنة مش 11 سنة، ولو قررت الرجوع للأرض بنفس السرعة فهيبقى عدى عليك تقريبا 9 سنين ذهاب وعودة، لكن بالنسبة لسكان الأرض واللي من بينهم أخوك التوأم فهيكون عدى عليهم من وقت انطلاقك لحد رجوعك 22 سنة، يعني في فرق 13 سنة، فتخيل إنك هترجع من الرحلة دي تلاقي أخوك التوأم بقى أكبر منك ب 13 سنة، يعني هتلاقيه عجز وانت لسه في عز شبابك. وفي مثال تاني على الموضوع ده وهو فيلم انترستيلر الشهير. قام رائد الفضاء كوبر وفريقه بالذهاب لرحلة لكوكب مائي كبير بعد ما سابوا صاحبهم على متن السفينة الفضائية، وقاموا بالفعل بالهبوط على الكوكب المائي واللي كانت الجاذبية فيه أقوى ب 130% من الجاذبية على كوكب الأرض، والكوكب ده بيدور على مقربة من ثقب أسود ضخم يدعى جرجانتو أو الغول، واللي بيدور حوالين الكوكب الصغير بسرعة 55% من سرعة الضوء، وكتلة الثقب الأسود ده حوالي 100 مليون شمس بحجم شمسنا، وبيدور حوالين نفسه بسرعة 99.8% من سرعة الضوء. كل الأمور دي كان لها تأثير كبير في إبطاء الزمن بالنسبة لرواد الفضاء على الكوكب الصغير مقارنة برائد الفضاء صاحبهم اللي سابوه في السفينة الفضائية بمقدار حوالي 61,000 مرة، يعني كل ساعة بيقضيها رواد الفضاء على الكوكب المائي بتساوي 7 سنين على المركبة الفضائية اللي فيها صاحبهم. وبعد ما
رجع أفراد الفريق للمركبة بعد ما قضوا 3 ساعات بس على الكوكب، لقوا صاحبهم اتقدم به العمر 23 سنة كاملة. الأمر أشبه بالجنون، لكن الجنون بجد إن ده مش مجرد خيال علمي، بل إنه أمر صحيح علمياً، وهو بالظبط اللي ممكن يحصل في الحياة الواقعية لو توفرت نفس الظروف. الحقيقة إنك ممكن تقول إن المعلومات دي مثيرة فعلاً، لكن ده مش سفر عبر الزمن بالمفهوم اللي تعودنا التفكير فيه. لكن الحقيقة وبالنسبة لطبيعة الزمكان فهو السفر عبر الزمن بعينه. تخيل إنك تسيب الأرض وتسافر في رحلة للفضاء لمدة 6 ساعات وترجع تلاقي عدى على الأرض 46 سنة، يعني ناس عاشت وناس ماتت وحضارات جديدة وعالم كامل جديد، وكل ده في 6 ساعات. طيب السؤال بقى الأهم، هل ممكن السفر عبر الزمن للماضي؟ الحقيقة إن السفر عبر الزمن للماضي موضوع شائك ومعقد، وعلشان ما نطولش عليكم هنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة الجاية. أتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بإعجاب على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ما يفوتكوش أي حاجة. شكرا ليكم وأشوفكم الحلقة الجاية.